برتقالتين، اكو برتقالة مقشرة واكو برتقالة بعدها بالقشر، ايهما افضل؟ البرتقالة مقشرة. لا ردة فعل الطلاب هي ردة فعل أي طفل صغير تسأله يا برتقالة أحسن المقشرة لو ما مقشرة، طبيعي راح يقول لك المقشرة أحسن لأن ما يريد يتعب بالتقشير مالتها. هذا التداخل بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة الدينية، من اللي سمح بيها وفقا لأي قانون وفقا لأي مادة من الدستور؟ من اللي سمح له أنه يدخل للمدرسة أساسا؟ بأي حق دخل لها؟ إلى متى يتم تشبيه المرأة بأشياء وكائنات غير حية ويتم تهميش دورها وخلص هي شماعة الذنوب اللي أنا أعلق عليها كل شهوتي وكل رغباتي، وهي المذنبة إذا طلعت شعرها، هي المذنبة إذا تم التحرش بيها لأن هي برتقالة مقشرة. برتقالتين، أكو برتقالة مقشرة وأكو برتقالة بعدها بالقشر، أيهما أفضل؟ برتقالة مقشرة. لا.